هذا البرنامج يأتيكم برعاية المركز التجاري لو غران توب شوب. مساء الخير عليكم، صحة رمضانكم. راكم في حصة مجد الدار في قناة البلاد. رانا اسمامو في لو غران توب شوب، راح نواسيو اليوم زوج كيفيات اللي هي المتوم، مي المتوم غوفيزيتي عاود نحيدلو شويه باسكو عيينا متوم متوم متوم، وين تروحو تشوفو متوم درتو بطريقه واحده اخرى. وعندنا الحريره، حريره سي ان كلاسيك حريره، ودوق نروحو نقديو. تشوف معايا تشوفها معايا تشوفو معايا واش نقدي. فوالا، وان شاء الله تعجبكم. كما قلت لكم انا نجولوا في لو غران فاميلي شوب، دونك نروحوا نبداو نضربوا جوله نشوفوا واش كاين، نشوفوا واش كاين، واش تطلب لا غوسيت. اليوم لا غوسيت تاعنا سي الحريره والمتوم غوفيزيتيك. المتوم غوفيزيتيك، الناس ملت من المتوم متوم متوم، اليوم راح نواسيه بطريقه واحده اخرى. حق العدس دوك نديو هكا هش، ندي البيت. يعطيك الصحة خويا. هنا تجولنا في لو غران توب شوب، عنده ما شاء الله عنده بزاف حوايج. دوك نروحو شينا كلش، شينا لا كريم فريش لاخر. مازالت لا موطارد مازال ما شيناهاش، نسيناها. دوك نحوسو على لا موطارد. وراهي لا موطارد، لا موطارد. بون سي با غاف، اون فالا تروفي ايور، هاي بالك من هي. دوك نزيدو نديرو لا شابلور، نديرو لا شابلور، لا شابلور هاي ليك، هاي ليك. السلام عليكم، الله يعاونك خويا. دوك نرجعو للبلاطو باش نوريكم زوج كيفيات لي قعدو، راح نواسيهم اليوم. رانا عاودنا ولينا ليكم، انا قدينا ونبداو في المقادير التالية. دوك نعطيكم المقادير. رانا معانا سي الأخ حسيم، سي نوتر انفيتي، مرحبا بك عندنا. الله يحفظك يسلمك. اليوم راح نواسيو الحريره. الله يحفظك. ومتوم غوفيزيتي. الله يبارك. نبدا على بركه الله، نبدا دوك في الاخر. ان شاء الله في الطياب. بون شعلوا النار، شعلوا النار، نحطوا شويه زيت. هذه المره ما نواسيش سمن، نواسي الزيت باسكو الحريره ما على حساب، على حسابكم. تقدروا تواسيو الحريره السمن، تقدروا تواسيو الزيت. انا نحب الزيت، نحب نواسي الزيت هذه المرة. فوالا، دوك نعطيكم المقادير. الحريرة واش فيها؟ فيها الطوماطيش، فيها الزرودية، فيها القرعة، فيها البطاطا، فيها البصل والثوم، فيها شوية عدس. على حساب المقدور، تحبوا تواسيو الدجاج، تحبوا تواسيو اللحم. أنا واسيتهم في زوج باش تعطي بنة مليحة. عندك الحشيش والنعناع. الو كاين سكنجبير، كاين راس الحانوت تاع الغرب، وكاين الكرويه والكركوما والعدس، وكاين الكرافس. هذه هي حسين. شوف هذه دوك نبداو نقيو نطيبو، نحطو مع الاول، نبداو نقليو في الدجاج. فوالا نحطو الدجاج، فوالا نحطو الدجاج. حطهم كيف كيف شاف، حطهم كيف كيف يتقلاو. من بعد دوك كي يتقلاو نبدا نزيد لي زوتر انغريديون. تما دائما نسقوا بالزيت ومن بعد نرميو اللحم باش يتقلى. باش تتقلى، فوالا حطوا يتقلى. هي كي يتقلى اللحم والدجاج يعطي بليس دو كو، يعطي بزاف نكهات، يديكاج كلش. الوغ طونديكو كان تمرغ كلش وتحطوا يغلي، ما تجيكش الماكلة بنينة كامل. لازم يخلي واحد روحو، يخلي واحد لو طون ديالو دو كوي، لو طون دو كويسون، يخلي كلشي يخرج فيه.
سينو تخرج ماكله سامطه. فوالا انا حطينا الدجاج واللحم يتقلى. هاد الاكله لي زوريجين تاعها سي دو لويست من الغرب. نحيي صحاب الغرب نعزهم بزاف. ها بالمناسبه نحييوهم على الشيف تاعنا. فوالا دوك نزيدو نرمي انا كلش صحيح باسكو من بعد نرحيها. نحيي الدجاج واللحم بيان سور، من بعد هادو نحطهم نورمال ومن بعد نرحيهم. اني نحط البصل والثوم. اعطني نزيد نخلي شو نقلي شويه نقليه شويه. سما البصل والثوم هذوك يتقلاو مع اللحم والدجاج هذا. نقلي كلش دوك نقلي كلش. نحط الزروديه نحط البطاطا نحط القرعة نزيد العدس كمية العدس نقليهم شوية. الحميصة تقدر توسيوها تقدر ما توسيوش ما عندكم حاجة. الحريرة مد ما الحريرة هذه شفت نجم تقول للناس اللي كبار مليحة لهم تساعدهم هذه الناس صحية اللي الناس صحية اللي نعم يقولوا زعما مراض مساكن اللي عندهم ريجي ما كذا تساعدهم هذه شاف يقدروا ايه يقدروا ما كانش مشكل. ما عندك لي زيبيس واحد ما يكثرش منهم. واسي سكنجبير الحريرة تحب سكنجبير سكنجبير تعطي البنة تاعها. واسي الكروية هو اصل الحريرة. نحط راس الحانوت اللي يعيطوا له في الغرب كاين اللي يعيطوا في بعض المناطق يعيطوا له الخرقوم. سيت ان ميلونج دي بيس دو وي اي بيس 8 فوالا. هنا الكركمه هنا ما كاش عندي الزعفران الوغ واسيت الكركمه الوغ الكركم سي يشبه للزعفران بدنا كيف كيف هو الزعفران شاف ايه كيف كيف قريب كيف كيف ماشي كيف كيف مي قريب كيف كيف فوالا. راني نقلي نحطهم يقليو يتقلاو. هلا نزيد الكرافس ونزيد الحشيش والنعناع. هلا سما شفت نجم تقول سهله ماهيش حاجه شغل تطلب وقت بزاف ولا هي كلش سهل برك الوقت اللي يطلب لاكويسون الطياب لازم تعطي له حقه تعطي له حقه باش يخرج باش يخرج المذاق تاعو بنين بنين. وهي القيمه تاعها الصحيه ملي شغل ما تقدر تقدر تكون هي صحيه علاش صحيه مليحه بس طبيعيه فيها كاع خضر ما فيش بزاف الكرا فيها بزاف الخضروات. اللحم والدجاج تقدر تنحيهم ما تاكل منصوب من بعد الاخر من القيمه الغذائيه تاعها مليحه مليحه. فوالا راهي تقلى راهي تقلى نخليوها شويه. فوالا هذه نقليها نخرجوا فاصل باش نعاودوا نروحوا للطبق الثاني ان شاء الله. انا عاودنا ولينا نقدم لكم المتوم فيزيتي. راه معنا حسين مرحبا بك شوف مره ثانيه. بون المقادير تاع المتوم هذا جي لي فيزيتي لارج سي اون ا بوبري سي لا ميم ريسيت بصح زدت له شويه حوايج. هي فيه اللحم فيه لا فيوند هاشي كوم باغي بوب نورمالمون فيه شامبينيون البصل والثوم الكمون والسكنجبير. يا دلا كريم فريش اي لا موتار سي بور ليي لا صوص. السمن باش نطيبو الاخر البيت اوسي باش للفيون داشي. نبداو حسين نبداو مرحبا. نسخنو الطنجره باش نعملو السمن حطوا شويه سمن. العكس تاع الحريره شاف الحريره بدينا بالزيت وهنا نبداو بالسمن كيما حبيت. انا السمن انا يجيني بنين في الماكله نحبه في الماكله
الحليله ما نحبش نوسيها بالسمن، نوسيها بالزيت. بالزيت ايه. الوغ عندك المتوم؟ لا لا، نقعدوا في كيما كانوا زمان، نقعدوا في زمان نوسيو الاخر. في البنه تقعد هي هي. يعطيك الصحه. فوالا دوك نرميو اللحم، نستناه يسخن. اونتخ طون الحريره راهي تغلي. فوالا مرقناها. راهو راهي تغلي، راهي مليحه. شم شم والريحه، واش تقول في الريحه؟ واش تقول يا شاف؟ واش تقول يا شاف؟ الله غالبك صايم، الله غالبك واش صايم. واش دير يا شاف؟ جات مع الصيام. اصبر صافي وخلاص. فوالا دوك عندك طوماطيش. الي تفضل شاف. نواسيها من بعد. طوماطيش هذه تاع العلبه ديما نخلوها مع تالي شاف. زينبا يا طوماطيش زينبا بنينه. الوغ نواسي اون كويار غاسوب، نرميها لداخل. طيب معاها نزيد شويه هايليك. فوالا السمن ديالنا راهي سخنت، نعاودو نغطيوها نخليها طيب. نرميو اللحم سما تقريبا نفس الطريقه تاع الحريره. شاف سي تاتيغ واش درنا في الحريره؟ درنا حنايا الزيت، حنا درنا السمن. وفي الحريره سبقنا باللحوم وشريطها في الفوم، ثاني سبقوا باللحوم. في كامل الاطباق نسبقوا باللحم ولا الدجاج ولا اللي جات. دائما كما قلت انت من الاول باش تعطي النكهه تاعها. نسبقوا في اللحم. الوغ نقليه شويه اللحم، سي جوست بور لو كولوري. كولوري نلونو، نعطي له اللون. نرميو شويه بصل. نقليه شويه. هلا هايليك شوفي ويتقلى تاع اللحم بدا يعطي الشكل تاعو. هلا نرميو شويه ثوم، واحد جوج سنينات ولا ثلاثه. نحيهم هادو. نرمي التوابل عندك هنا. بدلت شويه الطريقه. نرمي شويه كمون، نرمي فلفل الكحل، هذه القرفة، نرمي شوية قرفة، شوية ملح. ثم تقريبا نفس المقادير شاف، الملح والقرفة وشنو؟ وضع المقادير. ايه ما هم. ثم نجمو نقولو غرفة صغيرة. ما تكثرش بزاف لي زيبيس يضرو. كيما الفلفل الكحل ولا ما لازمش كثر منه. رانا حطينا لي زيبيس، نحركو شويه. فوالا حركو شويه، خليها تقلى. لي شامبينيون سي بيان ابخي. الوغ نخليوها يتقلى شويه. اونتخ طون نوجدو يعطيك الصحة. الله يسلمك. نزيد نوجدو لا فيوند داشي تاعنا. لا فيوند داشي لازم لها الالومنيوم. جبدي تشوف الالومنيوم. فوالا نحطو الفيون داشي. عاود عطيني تشوف الثوم والبصل ولا حطو شويه بصل داخل. عطيني تشوف التوابل من تحت. توابل الوغ راني زدت واسيت الثوم لداخل. نحط له دو لا شابلور. شوف مقدار اون كويارا اسوب. فوالا هايلك هاك تم. راني نشوف يا شوف ريحة الحريرة هذيك. القلية تاع شطيطها فانيك راهي شوف الريحة تجي طيبة. هنا كي تقلى اللحم نزيدوا له الشامبينيون، خليه يتقلى معاه شوية. سي بوغ باش ياخذ الكو، باش ياخذ مليح يدخل له، باسكو الشامبينيون سي فاد. الوغ ندخل له الكو فيه، خليه يتقلى معاه شوية.
بون حطينا البصل، حطينا الثوم، حطينا لا شابلور. دوك حطيت نحط شويه كمون، نحط شويه سكنجبير. سي تري بون السكنجبير في الفيون داشي تجي بنين. فوالا نفقص عليه حبه بيت ولا زوج. دوك نشوف على حساب لا الا شدت روحها ولا لا. لا لا حسينا هي تتخلى المتوم او يتخلى. راني نشوف ويتخلى شاف هنا المتوم راهو بدا يعطيه الشكل تاعو. فوالا شاف اللون تاع الشامبينيون تبدل تاعو اللون تاع الشامبينيون. الوغ نعلكوها. عطيني حسين عطيني شويه ملح. ايه عاودوا لي شحال نعطيك الماء. نعجنوا مليح شويه فوالا. زيد هاك سيبو زيد سيبو نعجنوه على حساب الى حشدت روحها الفيونداشي. زيد لها لازم حتى تولي طريه باسكو سي اوفو. عطيت شوف فاش تاع حسين. او طيب شويه في الدار حسين. طيب هكا مره على مره نعاون. عندك موهبه ولا تحبها؟ شغل نحبها كطياب. نحب ندخل روحي في الطياب. نحب نشوف هكا الماكله نديكوبري نشوف صوالح تاع طياب. ايه. حاجه مليحه باش الانسان دائما يخليه يقعد تاكل على روحه. ايه فوالا صح عندك الحق. وي سي دولار لا كوزين سي دولار. ولا انا شرف كبير كي رانا مع الشيف تاعنا. الله يسلمك شرف ليا حسين. الله يسلمك شرف. الله يسلمك شرف ليا. راهي تعجنت هكذا سي بون راهي نطمت. اونتر تون شلل يديا نمسح يديا. تفضل شرف. نشوفوا المرقة تاعنا راهي شربت. لازم دوك المرقو راهي سي بون. عطيني تشوف حسين الماء. الماء تاعنا هنايا دائما يكون سخون. لازم يكون سخون المرقو ماشي بزاف. لازم مش السر شاف تاع الماء كيكون سخون هكايا باش يدخل في باش ما تجي الماكله بنينه ما تعسلتش ما تعاودش تولي في الاطار كيما نقولوا حنايا باللغه تاعنا ما تقرسلش. فوالا هكذا هاي لك. ها طيب على بغردها اونتر طون حنا ما نرميوش المتوم لا فيون داشي ما نرميوهاش في المرقة. انا حنواسيها في الفوخ. نحكموا ورق الالومنيوم هكذا. شعلوا الفوخ بحرارة بعد 190 درجة حتى 200. حتى 200 نحطوا لا فيون داشي هنايا هكذا. حطها اون بودان فوالا هكذا. نسيت فيها مليح. لازم يكون شريط تاعهم. نحي الالومنيوم حسن. وجبد لي سنيوه من الداخل حسن سي توبلي. تفضل شاف. نبدو التوابل. دوك نلوي هكذا. فوالا. نلوي اللحم. فوالا. نحطوا لا فيون داشي في وسط السنيوة. نرميو لها شوية ماء. ما سخون. باش لاصوص ما تنحرقش. باش كي يخرج لو جو تاعو ما ينحرقش. فوالا. الفوق ديالنا راهو سخن بحرارة 190 درجة. ندخلوه في الفوق.
نخليوه يطيب واحد 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. إلي تخي فاسيل يطيب بالخف. حاجة سهلة شاب. إيه حاجة سهلة. ما تشدش اليد. ما تشدش اليد. ألوغ نخليهم يطيبوا. الحليلة تاعنا راهي يطيب. نعاودو نولي مول الفاصل باش تشوفوا الدريساج تاعنا في الآخر إن شاء الله. رانا ولينا بعد اللي طابت الحليلة والمتوم، راهو معنا حسين. واش رايك في الريحة؟ يا شاف واش نقول لك يا شاف، الريحة هذيك مع الصيام انا اللي واقف ابي بري شاف. الو شوف ميكسيتها وزدت لها شويه فارينا هكذاك، سي بوغ باش تقل الاخر الشربة. هنايا المتوم تاعنا راهو طاب، نزيدوا له نزيد شويه ان بو دو موطارد في لاصوص، شويه كريم فريش. هلا نحرك سي بور دوني اون كونسيستانس ا لاصوص. فوالا هاي ليك. واش رايك في الريحه؟ واش نقول لك شاف؟ ايه الريحه اللون تاع الطبخ راهو كلش راهو مانيفيك شاف. الله يسلمك. اونتخ تون الفيون داشي طابت، نخرجوها من الفوق. عفوا فوالا خرجوها من الفوق، نحطوها في صحن باش نقطعها اون بروميي. صحن يكون طويل ولا لا بلاك. فوالا الوغ جو في لا ميت سور لا بلاك. هذا نشوف نحيوها من ورق الالومنيوم. الماء السخون اللي درناه مقبله عاون بزاف الالومنيوم باش ما يتنحرقش، باش ما تنحرقش المرقه، باش لو جو هذاك اللي يخرج منه ما ينحرقش. فوالا نحطوها سوغ لا بلاك بلاخر. حسين المرقة تاعنا راهي غلات شوية، نطفيو عليها والحريرة قالنا نطفيو عليها. نحكمو ماتنو سي لو دريساج دوك، نعريو عليهم هكذا. نحكمو موس تاع اخر نقطعو. ايه فوالا ديليكاتمون باسكو اللحم طري. فوالا ما مش شاف اللون تاعو اللحم الداخل. هلا نقطعو هكذا، حمرناه في الفوغ، دورناه في الالومنيوم، نحطو ال لا ترونش دو فيونت في ال في التبسي، معاها اون ترونش تاع اللحم اللي طابت. فوالا ها ترونش دوك نصفيو شويه شامبينيون. فوالا هاي ليك. المرقة نحطوها على عندنا المغرفة. حسين مغرفة، شوف المغرفة هاي ولا هنا طيب. تاع لا كريم فريش اللي واسيتها من قبل. ومن بعد شوفوا دوك نحطو في صحن التحضير. هاي ليك. نقدمو هكذا
ماكله في رمضان خفيفه ولذيذه جدا. فوالا شكلو واش رايك في الريحه واش رايك في صغير المذاق شاف المذاق دوق من الفطور دوق سناو المغربي اذن و من صوت قدام الطبسيه ان شاء الله ان شاء الله صحه فطورك و ان شاء الله يعجبك ان شاء الله. دوق الحريره ديالنا نحطوها في صحن التقديم. الحريره قلت لك عقدتها فوالا فيها الدجاج واللحم هلا هلا قطعتو دي بتي مورسو اللحم والدجاج من بعد اللي طاب هاي لك هادي نمسحو الصحن ان شاء الله ينال اعجابكم نكون على واش قلت حسين الله يبارك أعطني. ما شاء الله شاف ما شاء الله هاي لك هو اللون تاع الطبخه راه يغير وما ادراك تزيد تشبحوها هكا شاف الله يسلمك تزيد الجوع اكثر واكثر هاي لك نقص على شاف Voilà, les deux plats sont prêts. Quand la harira les voici na hamqbil, on peut vous revisiter ta. On peut vous mettre tous des boulettes, vous voici tout en boudin, hâte tout le four et tib, hamr tout le four et tib. Inch'Allah, il n'a pas de com. Donc, on a des quelques bons macadir ta la harira. Il y a fait le patata, le qara, le tomate, zrodiya, le hashish, le krafes, ou ras le hanout, le kerouya. الملح فلفل كحل والقرفه كي طابت مع الدجاج واللحم زدنا عقدناها بشويه فرينه عندك المتوم تاعي غوفيزيتي المتوم مرقابيطه فيها البصل والثوم بالكمون والفلفل والقرفه والفلفل الكحل عندك انا زدت في الفيون داشي كي طميتها بالبيض والكمون الكمون زدت له فكرني حسين واش وسيت في اليوم داشي درت كما وسيت لك وسيت سكن جبير الوغ لو جينجومبر وسيت الجينجومبر والمرقه عقدتها بلا كريم فريش ولا موتارد ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم صحه فطوركم كلمه اخيره واش نقول لك شرف لينا كبير لان انا مع الشاف شرف لي يا خويا صحه فطور الجميع الجزائريين ورمضانكم بالصحه والهنا الله يسلمك والطبخ هذا يا غير جربوه صحيح. جربوه خاش ماشي فندامه بارك الله صحه فطوركم صحه فطوركم صحيح هذا البرنامج يأتيكم برعاية المركز التجاري لو غران توب شوب.